الفنانة نشوى مصطفى للأسف في الكام ساعة اللي فاتوا دول اتعرضت لأزمة صحية مفاجئة وكبيرة، ومحدش كان عارف اللي ممكن يحصل. تعالوا مع بعض نعرف اللي حصل بالظبط وتدعو لها بالشفاء العاجل. الفنانة نشوى مصطفى اتعرضت في الكام ساعة اللي فاتوا لأزمة صحية خطيرة، ومحدش كان عارف إلا عندها، وفعلا الموضوع كان مقلق ومحتاج مننا إن كلنا ندعي لها إن ربنا ينجيها ويقومها بالسلامة وتفضل دايما في أحسن حال وصحة. بدأت القصة لما الفنانة الجميلة نشوى مصطفى وهي قاعدة بالليل لا بيها ولا عليها، فجأة وبدون أي مقدمات حست بوجع وألم جامد قوي في صدرها. الألم من شدته نشوى ما كانتش قادرة تستحمله، وعلى طول حد وداها على مستشفى في المهندسين. ولما وصلت الفنانة نشوى مصطفى المستشفى والدكاترة شافوها قالوا لها انت لازم حالا تعملي عملية جراحية، انت عندك ذبحة صدرية وكسور حاد في الشريان التاجي. وفي دقايق اتفتحت اوضة العمليات، وبسرعة البرق وفي ثواني نشوى اتبنجت ونامت وعملت عملية جراحية. وفي العمليات الدكاترة ركبوا لها 3 دعامات في القلب. وقبل ما الفنانة نشوى مصطفى تدخل العمليات والمستشفى، كانت كاتبة على حسابها على الفيسبوك منشور مؤسس جدا، وكأن قلبها كان حاسس باللي هيحصل لها. البوست اللي كانت كاتباه نشوى كان عبارة عن استغفار وطلب رحمة لنفسها والأهلها وكمان الناس اللي عندهم حقوق عليها. حست بجد بالوجع اللي هي فيه، وفي نفس الوقت بيدل على مدى إيمانها وصبرها. يعني الحاجات دي مش سهلة، لكن الإيمان بيخفف شوية. نشوى مصطفى كتبت وقالت استغفر الله العظيم لي والوالدي والاصحاب الحقوق عليا. الكلمات دي اثرت في قلوب كتير من جمهورها ومحبيها، والكل بدا يدعي لها بالشفاء. الفنانين رغم ان هم في نظرنا مشاهير، لكن هم في النهايه بشر وبيمروا بمشاكل وصعوبات زينا في الوقت ده، وفي الوقت دوت محتاجين نكون معاهم وندعي لهم ونساندهم بكل حب. ولما منقول الفنانه نشوى مصطفى يعني بتفكرنا في الضحكة في الأدوار الكوميدية وفي اللحظات الحلوة اللي عشناها مع أعمالها، لكن دلوقتي هي محتاجة دعوتنا وكل الدعم. ياريت كل واحد فينا يكتب لها رسالة دعم على صفحتها أو يشارك بوست عن حالتها. وفي النهاية احنا في انتظار أخبار جديدة عنها، وبنتمنى ان احنا نسمع أخبار سعيدة عليها. ادعوا لها بالشفاء العاجل، وحافظوا على صحتكم وصحة كل اللي بتحبوهم. الدنيا مش بتستحق زعل أو توتر، المهم نعيشها بشغف وبحب.